Okey, start recording. هسه بدينا نبلش. اوكي، اليوم راح نحكي مثل ما قلنا سابقا عن الادم جرافيك تو برزنتيشن، واللسن عباره عن setting and formatting image, adding shapes to slides, ordering and grouping shapes. هذا كله شلون راح نتعلمه هذا الكلاس اليوم. So let's start with the PowerPoint. Or the turn PowerPoint, search PowerPoint. Okay. Because today we're working on image and graph. So I will choose a template, the graduation photo album. So I will choose a template related to the image, like this one. Create it. More images. This one. Nice. So this one, the slide that has an image. Now, if you have an image in a class, in your slide, sorry, and you would like to deal with it. This is one image to image. You'd like to remove this one, just select it, hit delete, it's gone. Add another one, because it is drag and drop. Control, let's say I would like to add it from a desktop. Hit insert. Now I add another one. Another way to add image. Go to the desktop. Find the image. Copy. Back to the presentation. Anywhere. Paste. Okay, now I insert this image. It's a way to insert the image also. Like, see. Another way to insert image, go to insert, picture, desktop. Okay, I insert another image. Now you see I can resize it. Move it the way that I would like to. دكتور. Insert. Yes. الصورة لازم نكون إحنا خاصنيها لو هي الإيمج أي يعني جست الشاشة اللي راح تطلع لنا هي راح نسويها أدب. لا أنت الصورة يا أما أنت تحطيها. يا أما أنت تحطيها الصورة. أنت جايبتها مثلاً شلون هسه جاية أنت تضيفيها. مثل الآن إذا أسوي insert طلق insert either it is in your slide and you edit it يعني. Or the third thing is maybe it is online. Go to the insert online مثل الآن اللي قاعد أسوي insert اختار مثلاً صورة مال animals hit ضف ال hit ويا citation ضافن ويا الرفرنس مالهم الصورة يعني لو هي موجودة بالسلايد وانت جاي تسوي لها ايديت لو انت تضيفيه عن طريق كوبي من مكانه بيست لو اونلاين تضيفيها لو انسيرت وبيكتشر وتروحين تدورين عليها هذا جزء يجيكم امتحان بالفاينل يكون صورة موجودة بفلان فولدر تجي انت وتروح تدور على فولدر وضيفه بخلافه ما راح تاخذ نقاط ايش اسمه هاي اخذ طرق بعد اخرى يا اما سكرين شوت سكرين شوت ما اكو عليها سكرين شوت لانه اصلا انا منزل كل شيء اللي خلي بالباك جراوند بس هذا اذا افتحه خلي بالباك جراوند اجي هنا اقول سكرين شوت راح يجي على هذا مثلا راح يجي حيقول لي سكرين شوت اقدر احدد ستة على السريع هنا اقدر احدد شوفوا انا اذا احدد هسه حددت اللي اريد
أنقله اللي حسيت له مثله. أما ضفت صورة. أوكي، هاي صورة ما ضفتها. زين، هسه واحد يقول لي دكتور زين شنو الفرق بين هاي الانسيرت وبين التمبرال سكرين شوت؟ بيطلع لك هي هاي حضيف لك شاشة، يعني هي شك موجود في الشاشة، شوف فرق اسم الفايل والحواف والأمور. يوم يقول لك إيه دكتور شنو يعني ضيفها؟ تسوي لها دبل كليك، تطلع لك قناة الفورمات، تروح على شيء اسمه كروب، وتحدد. هاي كروب، تجيب لنا كروب، هاي نفس الشيء سويت، قصيتها سويت لك كروب. فعلا اكو هواي طرق، اكو بعض طرق اي اكو من نفسه من البي دي اف. مثلا انت عندك صوره بالبي دي اف وتريد تضيف السلايد مالك، هسه دا اشطب البي دي اف نفسه، بي دي اف ضيف الصوره وانت تريدها، مثلا هاي الصوره وانا اريد هاي الصوره، عجبتني شلون اخذها؟ اروح على الاديت مثلا هنا، تيك سناب شوت مثلا، يعني بدل ما اروح افتح باور بوينت اخذ سناب شوت، اروح احدد المكان اللي انا اريد الصوره، حددته. اوكي، اجي هنا كنترول بيس ايمج، واضح عندنا 7 طرق مال انسيرت الايمج. اكو بعد عنده اذرس سجشن جزاني نسيته، هنا هاي خامس محاضرة اليوم. اكو سؤال؟ اكو استفسار؟ Everything is clear؟ رجاءً اذا عندكم سؤال شيء استفسار احكوا لي، انا ما اقرا المسألة. دكتور بس من البي دي اف يعني انه هو ملف مخزون بالكمبيوتر وبس فتت يعني طبعا. مو سيارة مو الا صوتية مو الا دلوقتي. مو الا ملف مكتوب بالكمبيوتر، لا يعني انت يجوز هو اونلاين انت فاتحه البي دي اف، بس انت اذا فاتحته اونلاين مو كل نوع بي دي اف، مثلا يعني يجوز تبون عند موقع فانت خزني وعندك هذا اكروبات ريدر وتسوي بهالطريقه. هذا دا احكي انا على اكروبات ريدر، اكو غير انواع من البي دي اف ما يشتغل، يعني هذا اكروبات ريدر فيسوي هالطريقه، طبعا بالاديت وتقدر تاخذها منه. اذا بي دي اف عندك بالانترنت وانت فاتحته من الموقع مو لا تنزليه، خليه مفتوح بالموقع. يعني في شيء في دي طبعا هي مو بي دي اف، مو بي دي اف، بس هذا خلينا نقول بي دي اف ارتكل عجبني، مو كذا بي دي اف ماله، شوف راح ينعرض هنا بي دي اف. نفس نافيرجن، نافيرجن مثلا اقل فيتشرز موجود من الديسكتوب ما بي، بس احتاج مثلا اكو معادله في الشيء عاجبني، اي هذا مثلا عاجبني، اسوي له زوم، سويت له زوم، اروح على الباوربوينت، انسير سكرين شوت، واضح؟ واضح ترى ولا لا؟ اوكي فاهم دكتور، بس ما عرفت البي دي اف اصلا منين جبته، لا لا هو اي من بي دي اف، انا ما الانترنت. ادري ايش عليك تبي بي دي اف، هو اي بي دي اف، انا ايش علي انت عليك بشغلك، ما عليك بالاني، انا دا اعلمك شلون تسوي، انا دا اعلمك شلون تشتغلون بي يوزنج اني بي دي اف اني كايند اوف ديتا، انا ما علي، انا ما علي انت شلون شغلك، انا علي انت شلون تستخدمين الباوربوينت وشلون تنقلين الى صوره وشلون تجيبيها صورتك، جزء جايب شغله مشروع
بعد شويه تريد يسوي كارت مال عيد ميلاد، وتريدين نضيفين في الصور حلوه من الانترنت بنفس الطريقه، فهمتيني؟ يعني هي طريقه، هي ما عليها اثنين. وهذا اي بي دي اف، يعني انا ما راح اقول اضيفي لها بي دي اف، راح اقول اضيفي لها هاي الصوره فراح اجليش وين هو. انت بس لازم تتبعين الستيبس. الفكره هي انت يعني مو الا يكون فايل نازل بالحاسبه، بس مو الا بي دي اف. سكرين انسيرت هذا السايب، هاي مو بي دي اف، هذا ويب سايت، مو ويب سايت. اما نفس الشيء اقدر اروح على السكرين شوت كليب واختار هاي في هذا الجنب. اللي هو من موقع الكتروني، لا من بي دي اف ولا من سو. اوكي، يعني انا اسوي هذا السكرين شوت. فكرة السكرين شوت هو انت تقدر تسوي سكرين شوت لأي شيء عندك بالحاسب، طلع على السكرين. هي هاي. نرجع هسه نجي نريد نسوي ايديت. شلون نسوي انت ايديت عليه؟ اول شيء حكينا بالكروب، نقدر ندوس على دبل كليك ونحدد الكروب، اصغره اكبره، او اقدر اسوي الكروب يعني اقلل من حجمه. أو أقدر مانيوالي الويث والهاي، هاي همين أقدر روتيت أسوي حسب أنا أريده. أريد أسوي الألاين وين اريد السلايد، توب داون، اقدر اخليه وين اريد، بالفورورد او فرونت. شوف هذا فرونت، شوف باك، شوف صار هذا قبله. امارات تحتاجه تجي ان شاء الله مقابل ان شاء الله، بس حيبين يعني بديل. هذا ناس سلكشن بان، اذا عندي كم صور وتريدين تغيرين بيها، هاي تحطيها قبل هذيك، وهاي تجيبيها قبل هذا، وهكذا. هنا alt text بين مضيفين text والديسكربشن للصورة. نجي هنا على الصورة نفسها، إذا تريد تسوي border تختارين color مثلا، بالborder تختارون ال width مال line، شوف شلون حتى يبين. مو بس هاي ال dashed مثلا، dashed line على ساعتين. زين اذا اريد اسوي اني افكت، اريد اشيل البوردر، شلت البوردر سويت البوردر، رجعت افكت بلو افكت، هاي كل افكت ايدج افكت كوم اكو افكت. هذين كل افكتات تقدرون تسووها. اللاي اوت تقدر تضيف لاي اوت للبكتشر، تسوي لاي اوت بعض اللاي اوت بيها تكست. شوفوا شلون هاي، هاي كلها تقدر تلعبها. اكو تقدر تسوي لها للبكتشر ستايل، شوف هاي شوفوا كلها شلون، هاي كلها مرات عندك سلايد حجمه كبير وبي هواي صور، وتريد تقلل من حجم الصور تسوي كومبريس، تروح على الصوره وتسوي كومبريس تقلل حجمها، او ايميل تقول هسه انا هاي اريد اقلل حجمها، اسوي اوكي، بس هاي الصوره انضغطت صارت مال الايميل حجمها صغير. هم تشينج بيكتشر، اذا تريد تغير بيكتشر صوره ثانيه اونلاين او من وين، هاي مثل ما ضفنا هناك، تريد تغيرها مثلا ريسيت بيكتشر، اي تغييرات سويت على البيكتشر، بيكتشر انا سويت راح ريسيت بيكتشر، شوف تغييرات، شوف شو انا سويته راح على البيكتشر سجان. كوركشن لما تقدر تلعب بالالوان، شوف كولرز
غيرت الكلام ولا ارتست افكت همي نفس الشيء بيزون كذا. كذا عندك صورة مثلا تدش الباك جراوند مالهم في الهاي هسه. هاي هسه انا هاي اريد ارجعها بالفرونت الرينج فرونت فرونت شوف شو بيصير ثاني بالفرونت اريد اشتغل عليها ريموف الباك جراوند هسه راح اشيل كل شيء. ماركيريت كي هاي اقدر احددها شكل في هالمكان. هاي انا دا شيفت دا امشي وانا اشغل اياها اظني راح يبقى هسه نقول كي تشينج شال لي هذا وبقى لي هذه. لو انا ما سويت تغييرات هاي كان صارت بس بقت شال لي اياها كل شيء مكان. فانت تقدر يعني تقدرون تتحكمون بالشيء اللي تريدون تبقوا وتشيلون. هذا اوضح راح يصير فيه. ما مثلا نقدر نشيل بيه باك جراوند هذا بس راح يظل هكذا راح ان شاء الله. بقيت يعني شلت صورة الوجه بقيت بس الخلفية يعني بس هاي الصورة ما خلاص. إذا أريد أو إذا أريد العكس مثلا أشيلها وبقي بس صورة الولد نفس الشيء أروح ريموف بس area to keep هاي أحدد ال area to keep. شوفني شو راح يصير. شوف هذا الشكل صار طبعه بقيت الصورة وياه. هاي المنطقة أنا ما أريدها أريد أشيلها here to remove أختار أسوي هاي أختار make here to remove وأجي أحدد هاي here to remove. بقيتني شوية هنا هاي الشكل تقدرون تشوفون الباك جراوند تبي تشترون عليه. اكو سؤال هسه حاليا عن البكتشر؟ اكو سؤال عن الصورة؟ اكو سؤال عن الصورة؟ لا واضح دكتور. واضح. حلو هسه راح نبلش بموضوع ثاني اللي هو موضوع سلايد ثاني اجيب غير اللايات ماله نورمال سلايد ثاني اجيب هسه انا جاي هنا اريد اضيف انسيرت اضيف شيء هذا الشيء اغير الديزاين ماله هنا الوان شغلات ملاعبه ما يكتب مشكلة. هذا الشيء مثلا اريد اجيبه هنا واريد اضيف بعد شيء اخر بس مجموعة الشيء كلها موجودة هنا عندي.
اوكي هذا الشيء همين اقدر اتحكم به هنا اشكاله من وين. عرض مال خطة ما اقدر اتحكم به. اوكي هذا الشيء اذا اريد change shape، اذا اريد اسوي له edit سويت له edit يعني بدون ما اضيف واحد ثاني اقدر اسوي له edit، يعني مو اضيف واحد ثاني حتى شغلي ما يروح. مثلا هاي working hard بدي اشوف الالوان ما عجبتني غيرت سويت كل وحده لونها عباره مو هيك غيرت ستايل حتى هذا بقى ما عاجبني ما سويت له شكل جبت له شكل وديت منه لو هذا سجلته مثلا اتحكم بالشكل بهاي هذا الشكل هسه اقدر هالشكل شكل مثلا ما حلو بدنا طالع الشكل هذا لازم ارجع عليه ورا طلع على الالاينمنت باك باك صار هسه ارسم شوية شكل احلى مو بيرفكت بس احسن يعني هاي معالجات بسيطة تقدرون تستخدموها بناء ما اريد هنا هسه معادلة بسيطة بس هذا الشيء مثلا هذول هسه ثلاثة إذا أريد أسويهم بشكل واحد شيفت أدوس عليهم كلهم هذول هولد الشيفت جروب جروب هسه صاروا بشكل واحد تقريبا كلهم أوكي جروب هسه صاروا بشكل واحد بدك تلاحظون شكل واحد انا دا اتعامل وياه اني جروب اريد اسوي له اني جروب اريد اسوي له اني جروب احددهم كلهم نفس الشيء اروح على اني جروب هسه صار كل واحد شكل نرجع الموضوع انه هاي الشكل ما عاجبني خليها بالباك سند تو باك ها هي نرجع اريد اسويهم بشكل واحد ظل هولد الشيفت هسه انا شو اسوي هولد الشيفت دا احدد hold the shift down دا احدد right click group وانا بعدني hold the shift بس كمل هذا الشيء صار حلو مرتب اكو سؤال عن الجروب والان جروب هذا شلون تتعامل ويا الشيب شلون اسوي الجروب شلون اسوي الان جروب شلون نضيف شيء؟ اكو سؤال؟ لا دكتور مو واضح؟ يعني تقدرون تطبقون الشغلات؟ صعبة؟ شغلة ثانية بعد شلون نضيف الايكونز؟ عندكم ايكونز مرات تحتاجون ايكونز بشغلكم تروحون على الايكونز تختارون مثلا تختار ست انا على انالايزنج مثلا تقعد تختار شغله ثانيه او انيمالز تدخل وراء فار حتى يلعب بفار جوده فهاي هنا فار مسكينه هاي كبر شويه حجمها لونها نغيره انا اقدر استخدم فيه من شوفوا شو الاختلاف هسه ال 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 الفول ماله هو ماكو والايدج ملونه
هنا لا كله ملون، هنا الفول أبيض والإيدج ألوان. هاي فارة شكل، هاي آيكون ضفتو انتو، بس شو يقولون يزيدون حجمه، يقولون وش تسوي يعني تكبروه صغروه نقلوا، بدون ضيفون بعد آيكون نفس الشيء من هوم از انسرت آيكونز. وهذا هنا من الايكونز تختارون بعد اي شيء شو تريدون اياهم. ايه مثلا ها هنا إذا تريد تحكي عن موضوع حاط رموز مثلا الفيران بالفارمز وبالهاي، تحط ايكون مال فارمز تحط فارم يعني هالمواضيع. هذا هي يعني اليوم هاي المادة مالكم يعني تقريبا الجروب هم تقدرون منها تسووا موضوع جروب، تقدرون تسووا يعني جروب فورمات ارينج، حكينا موضوع الجروب، حكينا موضوع الجروب من الفورمات اما تقدرون تسوون الجروب اذا انتم ما تريدون تسوون شيفت تحددوهن دون الشكل تحددون ترجع فورمات تقول اني هذا انا جروب سويت انا جروب. هاي طريقة ثانية طبعا. البقية شو اسمه هسه يعني هاي محاضرة اليوم، اللي عنده وقت خلي يسوي براكتس عليها، وهسه راح اسرع لكم الكويز، راح انزل لكم اياه هسه الكويز، اسوي ستوب للسكرين شيرنج وستوب للريكورد، ستوب ريكوردينج.